مرحبا، تمام، كيفك؟ تمام شكرا الله. ما عليك نشيطة ما شاء الله، لا يكون في هدايا ما هدايا. ما في وين يا حسرة؟ سنجل ولا مرتبطة؟ سنجل. طيب حابة أسألك سؤال عميقة كتير، أخذتي نفس عميق أنت ما شاء الله. طيب أنت في شخص ببالك أخذتي له هدية كتير مميزة، أنت شخص كتير بتحبيه، مقززة قلبك كتير بتحبيه، أخذتي له هدية، هالهدية أعطيتيها وأخذها منك، آخر شيء قالك خليني أكون أخوة، شو رد فعلك؟ بضربك كف على وشه، بضربك كف على وشه. شو ايه؟ شو اختك اختك؟ مش اصرفت الهدايا؟ اخذنا هدية بعدين اختك؟ شو اكيد رح اصرف كثير، ليش لا يحكي هيك معي؟ طيب هدية رح تاخذي منه وتعطي؟ لا رح اعطي طبعا. ما رح تاخذي؟ بعد ما قال لك انا اختك اخوكي لا اذا اخذ ما بدي هديتك. مرحبا. اهلين. بما انه اليوم عيد الحب حابين نسالك كم سؤال. سنجل ولا مرتبطه؟ لا سنجل. سنجل بس. طيب انت في شخص ببالك وبتحبيه كثير وجبتي له هديه كثير مميزه، رحتي لعنده واعطيتي عبرتي عن حبك وهديه واعطيتي نظامي، واخر شيء قال خلينا نكون اخوه، شو بكون رد فعلك قدام العالم كافيتيريا؟ مروا عليك وعلى الحب. اقنعتيني. طب ليش بدك لابسه احمر؟ ليش بدي البس احمر؟ مني معيد الحب وهيك وعالم ودنيا سنجل. خلينا اسود. تعبانه كابتن. لا والله تعبانه. يعني والله. مرحبا. هلا. اكيد متجوزه ما؟ ايه. بتعرف اليوم عيد الحب؟ ايوه. بسالك كم سؤال. هلا بما انه اليوم جوزك جاب لك هديه بتقولي ياي شو بخيل وياي شو حلو مزوق. خربطت. ما راح اقول لا هيك ولا هيك لانه بعرف ما راح يجيب لي هديه بخيله. شكرا لك. الله لا يوفقك. مرحبا. اهلا وسهلا. روحي بتزوج؟ ايوه. اسالك سؤال، بتعرف اليوم هابي فالنتاين؟ عالم كلها مشهوره بانه محلات اللي حواليك كله احمر باحمر باحمر، شو ناوي تاخذ للمدام؟ يعني شغله كبيره. شد باب حسين. شايف الهدايا كيف؟ يلا عم يلا. اليوم مدام جابت لك هديه، وانت فتحت الهديه طلعت اسم واسمك ومو صورتك، شو رد فعلك؟ بدبحها نهائيا دون مزح. وتاخذ خد وعطي؟ ما في لا بساله ولا شيء. قولي على انتك ان شاء الله الله يعبرني اياكي. دخلك يا ابني. قولك الله يبعد اياك ولك. الله يعتمي. الله يعتمي اياكي. طب بالنسبه لك لابس احمر؟ ليش لابس احمر؟ ليش مالك لابس احمر؟ بالغسيل هو حتى الغسيل لابسه. تحكوش ليه؟ انا هموت بالذات. تعرف اليوم عيد الحب؟ اسالك كم سؤال. اليوم جوزك اجى على البيت معه احلى هديه بتحبه ومتفاجئ انه مو من عادته يجي، فتحت الهديه وشفتي اسم مو اسمك وصوره مو صورتك، شو رد فعلك؟ يا مغيب. دام كم رد فعلك قولي؟ بطالع برات البيت خالص. خالص؟ من البلكون. والله. طيب بما انه كمان يوم عيد الحب تمام، طب ليش ما لبس احمر وعربون الحب؟ ويوم ما عندي جاكيت، جاكيتي اسود. هلا بقول احلى جوزك خيشتك جاكيت احمر عيد الحب. مو شرط، مو شرط البس احمر. طيب سؤال، انت شو جبتي لجوزك هديه؟ والله اخذت له كبرت له صوره مع ساعه وطر وهيك شغلات بسيطه. اذا هيرو كل فتره هديه اوني صور. ايوه. ايش كنت فعلك؟ طبعا واختي هوني ام شودبن ام كيفتكن ولا يحسكرني ما هبا حسكرني بجديه اذا عيد الحب ايه سول جمره هوني هبا حسكرنك بجديه. طيب تكي تشبروني از يعني از مدلي خدايا خلاص روح وجانو كله الا واحد. اليوم زوجتك المدام جابت لك هدية وعطتك اياها، قدمت لك اياها الهدية وقالت لك انه خذ هدية مني لك بما انه يوم هابي فالنتاين، وطلعت الهدية مو اسمك، معلم مو اسمك مو صورتك وشخص غريب، شو بكون رد فعلك؟ رد فعل يعني واحد بده يسأل ما سأل ما بيعرف. لا الواحد ما بيسأل، رد فعلك شاب اسم شاب تاني وصورة وشلون وضع هاي بدها تفكير.
يعني رد فعلك شلون قوي ولا خفيف ولا هاي؟ على رد فعل بدك تفكر شوي باسلوب، يعني اذا بدك ترد فعل يعني باسلوب يعني غير فعلي بجوز يعني بالرد، يعني شلون بدي اقول لك، يعني تعصبي، بس تعصبتي بجيت اسباب سلبيه، بس الواحد بيفكر بالعقل كل شيء بيصير. انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه؟ انت قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع؟ مش فاهم منه اي حاجه. ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت؟ مرحبا. هلا، سنجل ولا مرتبطه؟ لا سنجل. طب اسالك سؤال، يمكن اليوم عيد الحب، تمام؟ اليوم عندك شخص ببالك وبتحبيه كتير كتير، قدمتي له هديه كتير حلوه وغلفتي له اياه وتقيله كتير، رحتي لعنده شفتي وعطيتي هديه، اخذ منك هديه وقبلك كتير روح المريحه، واخر شيء قال لك خلينا نكون اخوه، يعني شو بكون رد فعلك الاول قدام الكاميرا؟ قولي انه شو بكون رد فعلي قصدك؟ ايش قال لك؟ يعني رد فعل اكيد مصدومه كتير، فبقول له الله يسامحك الدنيا واخره. بدي قلكن انه المسامح كريم اسم كبير، بس مش اكبر من قلوبكن، لانه القلب الكبير هو قلب المسامح كريم. بما انه انت عندك شخص ببالك، تمام، بتحبيه كتير، جبتي له هديه، هالشخص كتير بتحبيها وجبتي له هديه كتير غاليه، رحتي شفتي واعطيتي هديه وكل شيء تمام، اخر شيء قال لك نحن مثل اخوه، شو رد فعلك بالكافيتيريا؟ مثل اخوه؟ الله معك، خلص يعني مثل اخوي عادي. بدفع لك هيك اخوه؟ ما انت بتحبيه وجبتي له هديه غاليه. اذا هو متخلي شو بدي اعمل يعني؟ خلص اذا هو متخلي هيك ومستقلق. طيب تعرفيه بتقومي ولا تناقشي معه كمان؟ لا بهدلي، بعد بهدلي اكيد ما عايفه هيك، مستحيل يعني. احتمالك الصحون والكاسات ينكسروا ولا لا؟ ليش اعمل خساره لنفسي؟ لا خلص مباشره يعني بارضه. بما انه اليوم عيد الحب، تمام، نسالك كم سؤال. تفضلي. شو اليوم جبت لمدام؟ والله أول شيء على بجده أحمر قلب، وثاني شيء وردة حمراء وما هدية. لا هذا فكر. ما تكتب إن شاء الله. يلا غليها بالعليا، يلا غليها. بما أنه عامل هيك مفاجأة للمدام، ليش بالك لابس أحمر؟ والله مو ضروري أنا ألبس أحمر، قلبي أحمر. مرحبا. أهلا وسهلا يا لا. بما أنه اليوم عيد الحب، أي صح. أول شيء مرتبط ولا سينجل؟ أنا سينجل والله. بدي أسألك كم سؤال. بما أنت معجب الشخص، بتحب الشخص، بدك اليوم تعترف له وعيد الحب. اشتريت له هدية، رحت أعطيته لهالصبية، آخر شيء قالت لك خلينا نكون أصدقاء، شو بيكون رد فعلك؟ رد فعلي؟ بعد ما أخذت هدية وكل شيء. يعني أنا هي جابت لي هدية يعني؟ أنت جبت لها هدية، آخر شيء قالت لك خلينا نكون أصدقاء. أنت إذا ما يكون في أي شعور أو شيء، لشيء أي سبب تاخذ لي هدية يعني؟ وانت كتير بتحبها يعني، هالشي حبك انا اخذت لها هديه كتير حلوه ومناسبه يعني. يخلي هديه بالصفه او اصدقاء او شيء، ما شرط يكون حب. يعني شو كح يكون رد فعلك؟ رد فعل عادي يكون. عادي يعني. انا اول كلمه ما فهمت عليك. يا وش يا وش. عربيته زعيف انت؟ لا. لا عربيته زعيف، يا وش يا وش. بتمنى كلهم يعني يحبوا نسوانهم ويكون عندهم مبدا واحد انه يحب المراه. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ طيب اذا رحت على محل المكياجات، تمام، وصرت تختار شغلات الرخيصه كتير كتير كتير، مرتك ما بتستعملها ابدا، وجبتها على البيت، شو بكون رد فعل مرتك بعد ما تقول لك هدول شغلات رخيصه؟ شو بكون رد فعلك ورد فعل نفس الشيء؟ والله الهديه ما شرط تكون غاليه، الهديه بمعناها، يعني حتى اذا كانت ورده يعني لازم تتقبلها. طبعا اذا في محبه يعني ما شرط تكون هدية غالية، ذهب أو شيء، يعني إذا كانت وردة كمان واحد لازم يقبلها. طيب طلعت كبيرة، بتحب مرتك؟ بحبها كثير. طب ليش مالك لابس أحمر؟ إيه والله اليوم يعني بالذات هو لازم نلبس أحمر، بس على هالموجب إن شاء الله يعني الشغلة ما هي بالأحمر، الشغلة بالمحبة. مرحبا. شو اسمك؟ محمد نور حنان. أي صف؟ واحد. واحد؟ طب ليش لابس أبوها حمراء؟ ليش لابس أبوها حمراء؟ عيد الحب؟ لأنها بردان. بردان؟ طب بتحب ماما ولا بابا بالسر؟ احكي لي بالسر. بابا ولا ماما؟ ماما. ماما والبابا؟ ايه. برافو، خذ. طب شو بتقول لماما؟ كلمة من قلبك بتحبها كتير، شو بتقلها؟
وردة وردة. انه اليوم راجع على البيت هلا اكيد رايحه على البيت بهالاجواء، شفتي هديه على الطاوله وسالتي حالك لمين هالهديه؟ فضول انسى فضول. فتحت الهديه طلع هديه مؤلك لبنت ثانيه وعليها صورته واسمها، شو بيكون رد فعلك؟ بالنسبه لزوجي يعني وجابة. ايوه يعني بالنسبه له بجوز تكون هاي صديقه له. بس بتقبلي الفكره؟ بتقبل الفكره، بجوز انه هاي صديقه له حبه هديه طالما انا وياه متفقين مع بعضنا وفهماني انا طريقه عقله. وانت بتعرفي هذا مستحيل يعمل هيك، وهاليوم عمل هيك، جاب هديه لبنت ثاني واحلى منك كمكياج كجسم كوجه كل شيء. رد فعلك شلون؟ ايوه رد فعلي هون لا بمحي طاول طاول. ولا هيبقى لك ذكرى لا انت ولا عيالك ولا احفادك يهبل يا ابن الهبل. هيرو ام كتار سؤالك اسكا كواك ام هيرو تهوتي مول تمام؟ تادي هديك صار صار طاولة يا تمام؟ وهذا زوني نقطة يا بس تدلي خد بها هذا مرانية تمام؟ رحتي فتحتي طلع لا صورتك ولا اسمك هدي مو لك لعبال وجوزك جايبه، شو بيكون رد فعلك؟ والله رد فعلي يعني ما بعرف مبسوطة بكون. الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله. مو صورتك ولا اسمك يعني لبنت تانية كمان منبسط. ليش؟ لأن جوزي جاب لي جاي عامل لي مفاجأة. بس مو لألك طبعا يكون لألي وشلون يكون لألي. بس غير صورة غير كل شيء مو مشكله، هو بيعمل لي هو يعني بتجربني بيعمل لي يعني بجربني. وصلك كم سنة متجوزة؟ 20 سنة. 20 سنة كل سنة بجيب لك هدية؟ احيانا حسب الوضع. طب هالمره جاب لك مو جاب لك لك جاب لك واحد ثاني خربط بالعنوان؟ لا ما بيخرب ما بيخرب. طيب شكرا. فعلا رح يكون انه ايه بس فاجئك اخذت منك هديه وفاجئك قال لك احنا مثل اخوه، شو بكون رد فعلك؟ بكون بشع كثير. شو بتعملي رد فعلك القوي؟ بقتله وكسره طبعا. احتمال يروح مشلول من الكافيتيريا؟ يعني بلو يا مكسر يا مشلول، واحد من التنتين. ايه يا شيخة ايه بقى يا شيخة، ربنا يهد المفتر يا شيخ. يا خبر اسود يا خبر اسود على الجبروت بتاع الستات. روحي على البيت هلا اكيد في سهرة، وبس سهرة فتي على البيت في سهرة واجواء رومانسية وكله. فتي على البيت وشفتي بيتك في هدية على الطاولة تمام؟ وانت بتوقع انه الك، هذا الك يعني اكيد الك ما في غيرك بالبيت، وفتحتي طلع جواته صغير صورة البنت، يعني مو انت ابدا، في صورة البنت واسمها وهي حلوة احلى منك طويلة وحلوة، شو رد فعلك؟ رد فعلي والله بموته بموته خالص يعني بطلع بروحه مستحيل يعني لا هو ما بسويها. مش سوا هيك هاليوم وطلع في احلى منك بكثير بروح فيها بدك شيء منه يعني على المابرة. سؤال تاني، شو اخذت الهديه؟ اخذت الساعه وعطر وورده ودبدوب. وانت شو جبت لها؟ انا جبت لها هي شو جابت لها؟ ساعه وعطر. طب مين اغلى، هو هي ولا هديتك ولا هديتها؟ لا اكيد انا. مين ابو نجيب بناتكم؟ انا جبت اغلى. مين ابو نجيب بناتكم؟ لا هي هتسمع ها تسمع. الله يوفقك الهي الله يوفقك. اهلا مرتبطه ولا سينجل؟ لا سينجل اكيد. لا اسمها هلا جوا بده طبعا بس اتس اوكي هو بيكون عيد ميلادي ما بيهمني اخرم يعني تمام. حابة اسالك سؤال. انت والشخص بتحبوا بعض اسبوع اسبوعين حبيتوا بعض لقيتوا بعض اسبوع ايه حبيتي كثير كثير من زمان انت عينك عليه تمام ايه اوكي عملي مثال اوكي تمام احتج اشتريتي له هديه هو كثير بحبها تمام اعطيتيه احتج شفتوا بعض اعطيتيه اخذ منك قال لك احنا مثل اخوه شو رد فعلك؟ بقول له اوكي شكرا يعني عادي اوكي هاي رد فعلك عادي حبيتي الاغلى هديه انت نجيب وحولتي فورا عادي اخر همي يرى اذا راح بيجي غيره يعني انت مين بجد؟ انت فيسا انت يالا شعر باط ملوش لازمه انت مين يالا بجد؟ انت عرفنا ليه؟ هيك هاي رد فعلك عادي بقول له اوكي خلص كاسات المي بس اذا كمان كان صاحي وكان يعني شغله بايدي كبعه وتشوف بروح واخر عمي اذا يعني اغراضي بالارض بشيل اغراضي وبروح تاخذي هديتك؟ هديتي؟ بكبها بزباله اقرب زباله احسن
مصاري اشتريتيها؟ عادي المصاري بتروح وبتجي. شكرا. طبعا. مرحبا. وريت ما وريت هابي فالنتاين. حطوا علي. شوفي يا هدي الفالنتاين دي الناس بتصحى فيه الصبح يلبسوا استغفر الله العظيم ويقعدوا يتمايسوا على بعض طول اليوم ويبعثوا لبعض اس ام اس كلها استغفر الله العظيم. وبعد كده ينزلوا يشتروا بتاعه كده استغفر الله العظيم ويلفوه. باه. واخرة الليل يتلموا مع بعض ويعملوا استغفر الله العظيم. واه استغفر الله العظيم.